آه يا دنيا وآه يا دنيا وآه. سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر، هبوا املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. وشمال زي ما هو عاوز، يبعتك في نصاص الليل يدور على الكيدز وهو هنا ياكل ويشرب ويستحمى ويهيص، والنبي هيلاقي ناس هبلة زينا فين يوديها ويجيبها زي ما هو عاوز. وكل ده عشان ايه؟ عمى عينيك بالذهب اللي مش هتلاقيه، سد ودنك بالكنز، خلاك ترمي ضنايا تحت رجليه استك شرفك. حاسم اكتبي. اسمع يا عاد، لا كنت عارف مشايخ ولا صحرة، انتوا بدك جرجرتوني وراكم، انت قعدت تتحايل علي عشان اجيبه، لو عاوزاني اقتله دلوقتي اطلع اقتله. وتطلع ليه؟ انا نزلت اهو. اسمع يا شيخ قرد. انت شيخ قرد؟ انا ما نمتش من امبارح، وعك تفكر ان انت هتنص من يدي. انت مش ورطني وراك ولا صابر عليك، لكن ورحمة امي. الف رحمة ونور عليها. انا بقول ورحمة امي، ما يكفيني فيك موتك لو انت هتتلعب. موت ايه عاد؟ تعال افطر معايا انا ميت من الجوع، تلاقيك انت كمان ما اكلتش من امبارح. عبدو. ايوه يا سيدنا. عملت السليقه اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا سيدنا. اجيبها؟ لا، دي للعروسه وانا هوكلها لها بيدي. زودت البصل والثوم زي ما قلت لك؟ ايه، سيبها على نار هاديه تاخد لها غلوه على مفطر. حاضر. وعلى الغدا اعمل لنا حمام زي دي، وبط ورز ومحشي وموزه وفطير و... وده كربوح. حاضر.